جبل، من جبل لجبل ومن قمة لقمة، طول الوقت بيبص لفوق، لفوق قوي، يعني مش مئات الأمتار، لا آلاف الأمتار. وخليني أتكلم على مسافات ضوئية ما بتتقاسش بالكيلو وبالسنتي. طول الوقت عايز يطلع لأعلى قمة، وفعلا ده تحقق عبر سنين كتيرة جدا. الناس بتعتبره متسلق للجبال، أنا بعتبره مغامر في كل الصفات اللي موجودة في الكتب والمقالات والأبحاث اللي عن المغامرين، اللي بيحبوا المجهول، اللي بيحبوا الريادة، اللي ما بيخافوش، ما عندهمش أي ذرة خوف، مع إنه نسبة النجاة بتبقى أقل من نسبة عدم النجاة. هو مغامر لأقصى درجة، وناجح لأقصى درجة، ومصر لأقصى درجة. قمم في آسيا، وقمم في أمريكا، وقمم في أوروبا، إلا أنه مؤخرا وصل لأعلى قمم في أنتاركتيكا، في المحيط المتجمد الجنوبي. وقال لك القمم اللي وصل لها، لأنه ما حدش كان طلعها قبله، ملهاش أسماء، فهو اللي سماها لأنه هو أول من وصل إليها. قمم جبال أنتاركتيكا والمغامر المصري عمر سمرة. عمر سمرة على قمة فينس ماسف، أعلى جبل على قارة أنتاركتيكا، 4900 متر فوق سطح البحر. يوم طويل جدا، برد ناقص 40، هواء قوي جدا، إنما في النهاية قدرنا إننا نوصل هنا، أرفع علم مصر ومثل مصر. الحمد لله كله تم بخير. دلوقتي هنرجع تاني المعسكر قبل ما الجو يقلب علينا بزيادة. سعيد جدا، مصر أم الدنيا. جمال المكان فوق الوصف، لكن عشان الواحد يحس بجمال المكان ويعيشه لازم يعاني. مش عارف اعرف اتكلم قد ايه الدنيا طاقه. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي. انت شايفين على مصر بيرفرف هنا. عمر عايز يجمع ما بين الفضاء الخارجي واهم سبع قمم والقطب الشمالي وفيهم. On the top of South America. It's been an epic, epic day. نستقبله، لازم حضراتكم تشاركونا المعلومة دي. المغامرين مختلفين عننا، يعني احنا ممكن نشوفهم مجانين، ممكن نشوفهم فيهم حاجة غلط. هم فعلا تكوينهم مختلف، تكوينهم الكيمياء والجهاز العصبي بتاعهم والجهاز النفسي مختلف تماما. في دراسات كتيرة بتتعمل عن النوعية دي من البشر، اللي هم ما بيبقوش شايفين غير المغامرة وبيروحوا لها برجليهم وبيحققوها. مش أي واحد يبقى زي الناس دي. عشان كده بمنتهى الاستثنائية أقدم المغامر المصري الشهير عمر سمرة. أهلا يا عمر، إزيك؟ الحمد لله كل خير. سعيدة أن أشوفك مرة ثانية. اتفضل يا عمر. مبسوطة أن أنا بشوفك باستمرار يا عمر، وأنا أكتر، وسعيده بالانجازات اللي انت بتحققها طول الوقت. احنا يمكن مع بعض من سنه 2007، اول مره تقابلنا كان في 2007. ايه ده، برافو عليك. انا ما كنتش حاسبه السنين، بس
اه برافو عليك 2007. بس الا ما في مره قابلتك فيها يا عمر وقلت لي كلام كده عادي بني ادمين زي الناس، دايما تحكي لي حاجات انا بحطها في خانه المغامرون ان هو يعني ما بفهمهاش وبستوعبهاش بس ماشي شغال يعني. رحت انتاركتيكا بقى ليه يا عمر؟ رحت انتاركتيكا ده الكلام ده من اسبوعين ثلاثه، دي كانت ثالث مره. اول مره رحت كنت طلعت اعلى جبل في القاره، ده كان من ضمن تسلق القمم السبعه اللي هي اعلى جبل في كل قاره. لا الاول بالراحه عليا، هو مين اللي تسلق جبال انتاركتيكا قبلك؟ لا هو طبعا قاره انتاركتيكا فيها مئات الجبال. في شويه جبال فاضله لسه ما حدش طلعها قبل كده. المره دي كان الهدف ان انا احاول اطلع جبل واحد عمر ما حد طلع قبل كده في التاريخ، بس قدرت ان انا اطلع ثلاثه. واكتشفت إن هناك ان انا عشان قدرت اطلع الجبال دي كان ليا الفرصه او الشرف ان انا ممكن اسمي الجبال دي لان هي اول مره تطلع. طيب مبدئيا القاره المتجمده الجنوبيه ده الاسم اللي بالعربي، ده مكان غير مأهول، ده مكان مثلا ضعف او ضعف مثلا حجم قاره استراليا. أيوة. او يعني او جزيره استراليا وعايش عليه مثلا 300 واحد. غير مأهول ما في يعني من كتر ما هو الظروف فيه مش يعني ما تساعدش على المعيشه على الاطلاق. في مغامرين، في علماء بيدرسوا حاجات هناك بس كده. انت رحت اول مره رحت عشان تتسلق احد جبال القاره المتجمده دي او الانتاركتيكا. بالظبط. حاولت اطلع اعلى جبل في القاره، ده كان في سنه 2012. وبعد كده رحت تاني مره، رحت وصلت القطب الجنوبي. وثالث مره هي اللي فاتت دي على طول. طيب يعني ايه بقى طلعت جبل يعني انت رايح يعني بنيه ان انت توصل لقمه جبل فتلاقيك داخل في ثلاث جبال مع بعض؟ وانا طلعت سبعه في 10 ايام. كان السبعه دول من ضمنهم ست جبال، او يعني في ثلاثه كانوا عمر ما حد طلعهم قبل كده، كنا احنا اول اثنين، كنت انا بطلع مع متسلق جبال امريكاني، وفي ثلاث جبال ثانيه كان ناس طلعوهم قبل كده، بس احنا طلعنا سلكنا الطريق من طريق ما حدش طلعه قبل كده، فكان لنا الشرف ان احنا سمينا الجبال وسمينا الطريق نفسه. في اي جبل يعني الجبل اللي انتوا شايفينه دلوقتي على الشاشه في زي خط ابيض من تحت لفوق للقمه على طول، زي خط تلج، ده وادي كده تحس انه وادي. الخط ده دلوقتي اسمه ذا ايجيبشن دايركت، يعني الخط المصري المباشر. اللي في النص ده معلش خلينا الصوره دي معانا، انت عامله زي الودان او اماكن السيول كده لو احنا في مظبوط. اللي في انه خط بقى اللي في النص اللي هو من يعني في وسط الجبل بالظبط، اللي هو خط مستقيم تقريبا طالع للقمه على طول. ده انت سميته ذا ايجيبشن دايركت او الطريق المباشر المصري، الطريق المصري او الاتجاه المصري دايركت يعني مباشر، اللي هو اقصر طريق من سفح الجبل للقمه، اللي هو بيبقى عاده اصعب طريق واحد يطلع الجبل منه. زي انت شايفه كده هو راسي، بنتكلم ان هو مثلا تبقى درجه الميل فيه اولموست يعني 90 درجه. وده تطلعه في قد ايه يا عمر؟ ده مثلا اربع ساعات من التسلق المتواصل، يعني حركه دايما طول الوقت. القمم بقى سميتها ايه يا عمر؟ ثلاث قمم سميتهم. ايوه هم الثلاثه دول. الجبل اللي على اليمين دلوقتي اسمه ماونت سامرا، او سامرا ده على اسم عيلتنا يعني. ماونت سامرا احنا من الدقهليه اصلا. انت عيلتكم الدقهليه؟ منين من الدقهليه؟ من ديكيرنس. من ديكيرنس. والجبل اللي في النص ماونت مروة على اسم زوجتي الله يرحمها، وماونت تيلا ده على اسم بنتي. فيري تاتشينج يعني اختيار الاسماء، المغامره نفسها اخاذة، اختيار الاسماء يعني يلامس اي حد. اسم عيلتك سمرة، مونت سمرة، اسم زوجتك الراحله، واسم بنتك تيلا. طب سجلتهم فين يا عمر؟ يعني دول متسجلين فين بقى دلوقتي كده بالاسماء دي؟ في زي يعني قريب جدا من منطقه الجبال دي في مكان هو زي مركز العمليات اللي اي رحله من دول بتبتدي منه، او اي عالم جاي يدرس حاجه بيبتدي هناك او كلام من ده، بيبقى في زي كتاب كبير او دفتر فيه متسجل فيه من اول الثمانينات او قبل كده كمان، كل جبل اتطلع، كل طريق اتسلك، كل الكلام ده متسجل. وفي الاخر خالص بعد كل كام سنه المعلومات دي بتتاخد وبتتحط بديجيتال فورمات وبتخش في زي كتاب او كلام من ده.
قبل انت ما تدخل كنت بتكلم عن روح المغامرين اللي هي بتبقى مختلفه تماما عن الناس العاديين، مهما كانوا موهوبين انتوا بيبقوا فيكوا حاجه مختلفه يا عمر، اكيد انت عارف ده وقريت عن ده. وانا يعني متهيألي كنت سامعك بتقولي حاجه ان احنا ما بنخافش، هو ده متهيألي ده يعني احنا بنبقى خايفين طول الوقت، يعني طول الوقت واحنا بنطلع الجبال دي بنبقى ده بيتهيألك يا عمر. اه والله اللي بخافين بيتهيألك انت لو بتخاف ما كنتش طلعتها اول مره، والحقيقه ولو كنت طلعتها من كتر ما كانت التجربه صعبه وعلى حافه الهواء والخطر ما كانش المفروض تجربها تاني، اللي بيجربوا تاني وتالت هم المغامرين اللي زيك. عارفه اللي هو الفيلسوف اللي هو اوشو هو عنده مقوله يعني بيقول فيها ان الشجاعه ما هيش انعدام الخوف، هي وجود الخوف لكن الانسان بيكمل بالرغم منها، يعني مفيش حد اسم يعني اعتقد لحد اللي هو ما بيخافش ده ممكن يكون مش سوي قوي، يعني لازم ما يكونش في كامل القوى العقليه، لكن الطبيعي ان الانسان يبقى خايف لو بيقدم على حاجه واضح ان هي فيها خطوره، انما يكون دارسها كويس جدا ومجهز كويس جدا وبيقرر ان هو يجتاز حاجز جوه نفسه عشان يقدر يوصل لحاجه من خلالها بيكتشف حاجه جديده عن نفسه عن امكانياته، وده بتبقى رحله طويله من الاستكشاف، مش يعني بنستكشف طبعا قاره بنستكشف مكان لكن في النهايه احنا بنستكشف حاجه جوه نفسنا. اعلى قمم في العالم بقى يعني مرورا بقمه ايفرست ما كفتكش يا عمر وقررت تطلع ابعد من كده بكتير وتقدمت وقبلت انك تطلع للفضاء. مظبوط، يعني حلم الصعود الى الفضاء او يعني ان انا اكون رائد فضاء ده يمكن اقدم من الجبال وكلام من ده، وانا اعتقد ان انا ما كان عندي حوالي 7 أو 8 سنين مثالي زي ناس كتيره لما في السن ده بتحلم ان احنا يعني واحد يكون رائد فضاء، لكن احنا كمصريين ما عندناش برنامج فضاء، ما فيش طريق مباشر يوصلنا الى حاجه زي كده، فبالتالي ده كان مجرد حلم وحلم بعيد جدا يعني. لكن في سنة 2013 اتطرحت مسابقة عالمية كانت بتدي الفرصة لأي حد ان هو ممكن ان هو يفوز بتذكرة للفضاء، لان دلوقتي قطاع الفضاء دخل بقى في القطاع الخاص بقى بيلعب دور كبير جدا في قطاع الفضاء، وفي شركات زي سبيس اكس بقى لها مثلا 15 سنة بس بتعمل حاجات ناسا ما عرفتش تعملها من 60 سنة، وده هيدي الفرصة للناس اكبر كتير يعني ناس اكتر كتير جدا تبقى بتشتغل في المجال ده، لان لحد النهارده في ال 60 70 سنة اللي فاتت من ساعة يوري جاجارين في 61 في مثلا حوالي 400 واحد طلعوا الفضاء، احنا بنتكلم في الخمس سنين اللي جايه كم واحد طلعوا بعد يوري جاجارين؟ يعني حاجه زي 400 واحد بس؟ فبنتكلم دلوقتي ان في الخمس سنين اللي جايه ممكن يطلع قدهم او يمكن يعني لان التكنولوجيا هتزداد سرعه. بعد ما قدمت المسابقه دي اكتشفت ان في 2 مليون واحد قدموا 2 مليون واحد فاصبت بخيبه امل شويه، بس قلت خلاص انا قدمت ودي فرصتي الوحيده فخليني اكمل. بعد عده شهور وصلت المرحله النهائيه اللي هي كانت اختاروا 110 واحد وسفرونا لاورلاندو، وهناك دخلنا في 6 اختبارات على مدار 4 5 ايام، وفي النهايه يعني كان ليا الشرف ان انا اخترت من 23 واحد كنت العربي الوحيد، وحتى اللي سلمني الجائزه كان باز اولدرين اللي هو اعتقد كتير مننا نعرفه اللي هو تاني راجل مشي على القمر ده بعد ارمسترونج. كانوا هما مع بعض كانوا هما الاثنين في ابولو 11 بس هو ارمسترونج نزل الاول على القمر وبعدها بتهيألي ب 10 دقائق او اقل يعني هو كان في نفس الرحله بس الخط الاول ارمسترونج بالظبط هو كان هو اللي ارمسترونج كان الكوماندر بتاع المهمه وباز اولدرين كان هو اللي سائل اللاندر اللي هي نزلت على القمر. طيب انت دلوقتي رسميا انت مؤهل للخروج للفضاء، المفروض بقى ده يتم تفعيله ازاي وامتى؟ يعني اللي كان مفترض ان في سنه 2013 لما فزت بالمسابقه دي ان احنا كنا نطلع في 2016، لكن انا فهمته طبعا من خلال الثلاث سنين اللي فاتت ان طبعا مجال الفضاء معقد جدا ومكلف جدا ولازم التست بتاعه الصواريخ والمركبات الفضاء تتعمل مش بس 100 مره بس الافات المرات، فكل حاجه بتتاخر. فوانا مستني يعني نقطه او لحظه الانطلاق يعني ابتديت ان انا اشوف ازاي ممكن اطور من نفسي وازاي ممكن اتعلم اكتر عن المجال ده، يمكن الصور اللي احنا شايفينها دي جزء من تدريبات واختبارات زياده احنا عملناها،
لان انا اصلا مش من يعني خريج اقتصاد, مش مثلا علوم فضاء او هندسه او كلام من ده, فلازم اتعلم كتير جدا. فانا دلوقتي حتى بتعلم يعني قاعد بدرس الجبر اللي اخدته في الجامعه وفي المدرسه, عشان طبعا الحاجات دي كلها نسيتها. وطريقه التعليم عندنا لا عملت حاجه تانية, لقيتهم متاخروا شويه في مشروع الفضاء, رحت اكتشفت ثلاث قمم كده في انتاركتيكا على الماشي وسجلتهم باسمك لحد ما يجي المشروع القادم. عندك حلم يا عمر, مش ان انت بس تخطي القمر او تطلع الفضاء او تنزل على المريخ, انت نفسك انه يبقى ثقافه الفضاء دي موجوده عند الاطفال كله. مزبوط. وعملت مبادره فضائك. مظبوط. في الوقت اللي انا كنت يعني بعد الـ يعني بعد المسابقه او كلام من ده, ابتديت اشوف ازاي ممكن شفت قد ايه قطاع الفضاء ده مهم جدا, مش بس في العالم كله, بس ازاي ان هو ممكن يكون مهم حتى في الوطن العربي. شفت الامارات عملت برنامج فضاء واعلنت مهمه انها تعمل انها توصل لكوكب المريخ في خلال 10 سنين. فقطاع الفضاء مهم جدا لمصر من الناحيه الامنيه, من ناحيه التكنولوجيا وحاجات كثيره جدا. والطريقه الوحيده ان احنا هنقدر نوصل لحاجه هي ان احنا نبدا بشباب مصر واصغر الاعمار. فاحنا بدانا وان شاء الله نكمل يعني. عمر سمره مش بس حد مقدام عنده شجاعه وعنده مغامره وعنده الادوات اللي ينفذ بيها مغامراته, لا هو كمان شخص كلنا بنفتخر بيه, لانه مفيش قمه وصل لها إلا وحط عليها علم بلده, مفيش درب سلكه إلا وقال مصري مرة من هنا, وده من زمان من سنين طويلة من غير ما حد يقوله إنه المكان اللي رجله بتلمسه وبيحقق فيه إنجاز لازم العلم يكون هو أكبر شيء في المشهد. عشان كده إحنا كلنا بنبقى مش بس فخورين بيك على المستوى الإنساني, إنما كمان فخورين بيك على المستوى الوطني يا عمر. بس عندي سؤال, لو اكتشفت قمة كمان هتسميها ايه؟ الوالده بقى, عشان لما ارجع يعني لما ارجع من البرنامج ما اخشش في مشاكل, فاللي هو لازم هتسمي القمه باسم ماما يا عمر. اخلص بقى كل العيال ماما. هو اكشلي في قصه كده ظريفه, ان يعني المغامره بتاعت ايفرست اخذت شهرين ونص. في اخر 10 دقائق او اخر 5 دقائق وانا باخد اخر خطوات للقمه, خلاص انا عرفت ان انا وصلت خلاص. افتكرت ان انا وانا في نص الطريق ان انا نسيت افكر انا هكلم مين في التليفون لما اوصل القمه, لان بيبقى معانا التليفون اللي هو الساتلايت. وطبعا ده يعني هو ممكن يبان انه حاجه بسيطه, بس هو كمصريين ده حاجه مهمه جدا, لان انا لو كلمت الشخص الغلط مش هخلص يعني, هيبقى كل عزومه كل مناسبه كلمت فلان الفلاني كنت المفروض تكلمني مش عارف ايه كل الكلام ده. فانا عارف ان انا يعني ده اهم قرار ممكن اخده في الاكسبيديشن كله. قررت ان انا اكلم اخويا الصغير, هو اصغر مني بتسع سنين ونص, لان هو كان جه معايا ودعني لحد البيس كامب اللي هي نقطه البدايه, واخدته كذا رحله الجبال هو بالغصب يعني, بس جه معايا. وصلت لحد القمه, كنت تعبان جدا, ما عرفتش ان انا حتى اقف على القمه, فضلت قاعد ما فيش اكسجين خالص بيوصل للجسم ولا حتى المخ. فبعد 15 دقيقه اكتشفت ان انا ايه ده, لسه لازم اعمل مكالمه التليفون. طلعت التليفون ما كانش اتجمد الحمد لله. طلبت اخويا, والارسال كان كويس جدا لان احنا قريبين من القمر الصناعي. وطبعا انا قاعد يعني بقالي مثلا ساعات بطلع الجبل, برد جديد بقالي شهرين ونص على الجبل بطلبه, بعدين ما حدش بيرد. فقلت خلاص يمكن ليه عذره دخل حمام او حاجه زي كده, فخليني اطلبه تاني. انا ارتفاع بقى 8850 متر يعني, وده حلم بقى له 12 سنه وبتاع, بطلبه تاني برده ما بيردش. فقلت لازم اكلم بني ادم, اتكلم بقى يعني لما واحد بيكون مزنوق هيكلم مين؟ هيكلم طبعا والدته. فانا طلبت مامتي, ردت اصلا قبل ما التليفون يرن, انا مش عارف ده حصل ازاي. طبعا انا كنت تعبان جدا ومرهق جدا, ويعني مش فاكر انا قلت ايه, لان طبعا كنت بهلوس تقريبا. بس كنت فاكر كويس قوي هم قالوا لي ايه, يعني قالوا لي حاجتين. اول حاجه احنا فخورين جدا بيك, تاني حاجه والدتي قالت لي انت بتعمل ايه كل ده على القمه ما تنزل. يعني ماما هتفكر في ايه؟ لما كلمتها من القطب الشمالي, عارف تبكى الام يعني. لما كلمتها من القطب الشمالي, هناك عمر بتعمل ايه ما تيجي؟ كلمتها من القطب الشمالي, بقول لها انا واقف بكلمك من القطب الشمالي, بقول لها انا عمر, بتقول لي عمر مين؟ بقول لها عمر ابنك, بكلمك من القطب الشمالي, قالت لي لابس تقيل.
فعلا ماما تستحق قمة باسمها يعني جبل كامل باسمها. المرة الجاية بقى لما تكلم حد ان شاء الله في القمة الجاية لازم يبقى مكالمتك دي على الهواء on satellite تتكلم فيها الناس كلها وتقول لهم يس نعم وصلت لقمة جديدة وغرست فيها علم بلدي انا عمر صح. شكرا جزيلا يا عمر. In troubles and you need some loving care. ازاي ما كنتش اتفرجت على الفيلم ده؟ ده يا ابتهال مفيد للبشره. لقيت فيه حاجات كتيره حلوه. بقيت ايه اسمعها عن بعد. مسافر وحدها. هي بتحاول تشق طريقها. انا اللي شايفها كده. انت ليه كنت زائق ابتهال كده؟ انا فوجئت الحقيقه بيها. وكان زي ايه تحدي؟ انا بحبها لما بتتكلم. حكم عليه بالنفي كمان ابوك. محمد 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 السريط. لو مش عايز تتكلم عن الموضوع ده كله ما تتكلمنيش. لا زعلت لغايه دلوقتي. قال له يلا ما على المطربي من معربي خد يلا. كوك يا استاذ سامح. جالي علينا جالي ولا عمره هيتنسى حلو يومنا والله والله اللي قلنا.